كان ممكن كل اللي حصل زمان ده يخليك في الشارع صايع ضايع مش لاقي حتى اللقمة تاكلها؟ بس ربنا مديلك فرصة أخيرة، استغلها ما تضيعهاش. شمس كان ممكن تقول مش عايزة فتحي وتبيعك. اسمع كلامي، نصيحتي، نظف ضميرك وخلي قلبك صافي لله، هتلاقي ربنا يكرمك. سمعتني؟ تمام، ده آخر كلام عندك. ده أول الكلام وآخر الكلام. تعالي يا ستي. قولي لي ايه اللي مش مريحك؟ اقول لك وما تضحكيش؟ قولي يا ستي، مش هضحك عليكي. بصراحه انا عايزه ابقى في المكتب مع عزت 24 ساعه كده، اعرف رايح فين وجاي منين وبيعمل ايه، ابقى كاتمه على نفسه. عشان تطلعي من الاسبوع الاولاني، مش كده يا شيخه؟ حرام عليكي، ما تقوليش كده. تعالي بس نتكلم. ما هو يا شادي يا حبيبتي، الكلام اللي انت بتقوليه ده اكبر غلط. مفيش راجل يقدر يستحمل ده. يا سلام، امال عايزاني انا اسيبه على مزاجه ولا ايه؟ زينب الرجاله كلها عينيها زيك يا حبيبتي، وانا قدامي فرصه ان ابقى معاها 24 ساعه، اسيب الفرصه تضيع مني ليه؟ انت عاوزه تسيبي الشغل عشان مش مستريحه ولا عشان عاوزه تراقبي عزت؟ بصراحه عشان اراقب عزت. هو ده كلام؟ يعني انت تسيبي شغلانه كويسه عشان خاطر افكار مريضه وتافهه زي دي؟ امال انت سبتي ايه للستات الفاضيه والاستاذه شهد؟ على اساس ان انت لو عندك الفرصه مكاني هتسيبيها؟ لا ابدا، انا عمري ما هعمل كده. عارفه ليه؟ ليه بقى يا ست العقلين؟ عشان الجواز الصح والسليم اساسه الثقه يا شهد. انا بصراحه مش عارفه يعني انت ازاي قادره تثق في مروان وهو يعني كان متجوز واحده تانية و... لو حسبنا بعض مش هنخلص، ولو كل واحد فينا ما قدرش ينسى اللي فات مش هنعرف نعيش مع بعض مستريحين يا شهد. انا بصراحه مش عارفه بقى اعمل ايه. طب قولي لي الاول، انت بتحبي عزت ولا لا؟ طبعا. امال هتجوزه ليه؟ خلاص، طالما بتحبيه يبقى لازم تحطي حاجه واحده بس في دماغك وتمشي عليها. انت لازم تثقي في جوزك وسيبيه يعمل اللي هو بيحبه، حتى لو انت مش حابه اللي هو بيعمله. سيبيه يا ستي، واوعي في يوم من الايام تبقى تجيلك افكار كده ولا كده والشيطان يوسوس في دماغك تروحي تعملي حاجات. بصي يا شهد، أنا عاوزة أقولك على حاجة تانية مهمة كمان. هي إيه ست الستات؟ قولي. أنتي أختي وأنا عارفاكي، أوعي تعلي صوتك على عزت أو تخلي نفسك تباني قدامه بشكل وحش. خلي بالك إنه عزت فيه شبه كبير قوي من مروان، بيحب الست الهادية اللي تاخده بالعقل كده وتقرب منه صوتها يبقى هادي. يعني يا شهد، اللي زي مروان وعزت لو أنتي غلطانة والدنيا خربانة حواليكي بس جيتي اتكلمتي بالراحة وبكل احترام هتلاقيه بيتأسف لك. بصراحة أنت أقنعتني بكلامك، أنا كنت بفكر أمشي وكنت واخدة القرار. بس خلاص هعد. أيوة كده، ركزي يا أستاذة يا محامية أنت. استنى ما أشوف مين بيتصل. ألو، هاي يا حبيبي، أنت فين؟ كنت لسه هكلمك عشان تيجي تاخدني. لا أنا في المصنع مع شهد. هتتأخر؟ ليه يا بابا، انت رايح فين؟ ايه؟ خير؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني نادية هي اللي طلبت تقابلك لوحدك؟ طيب خلاص مشي، خلص انت معاها وانا مستنياك مع شهد. حاضر يا حبيبي، مش هروح اي حد. ماشي يا بابا، سلام. خير في ايه؟ مش عارفة، نادية طلبت تقابل مروان لوحده. تفكري في ايه طيب؟ بفكر في نادية يا شهد، مش عارفة ليه بتغيب عن بالي وبنساها كل شوية. يمكن عشان أنا مش عاوزة أفكر إنه في يوم من الأيام ممكن تسيبنا وتبقى مش موجودة حوالينا. يا زينب ده قدرها، ومحدش فينا هيقدر يعمل لها أي حاجة، مفيش في إيدينا حاجة. تفتكري نادية عاوزة إيه؟ وليه طلبت تقابل مروان لوحده؟ مش عاوزة أي حد يسمع اللي هي بتقول.
ازيك يا ناديه؟ عقلي كان بيقول لي اني مش هشوفك تاني. انا فكرت كتير قوي قبل ما اجيلك. لما قالوا لي انك هنا ما صدقتش، بس لما فكرت لقيت مجيتك طبيعيه. انت كده عمرك ما ترد اللي يحتاج لك، حتى لو بينك وبينه 100 سد. طول الطريق وانا عمال افكر ايه اللي هتعوزيه مني؟ ايه هو السبب اللي هيخليكي عايزه تقابليني؟ ايه؟ ساكته ليه؟ اتكلم. كل يوم بيعدي الموت بيجرب اكتر. الليل يجي اخاف النهار يطلع، لو عيني غفلت اقوم مفزوعه وابص حوالي عشان اتاكد اني لسه عايشه. لما الموت بيجرب الواحد بيشوف حاجات عمره ما كان هيشوفها، وبيفهم اللي عمره ما كان هيفهمه. ناديه، انت عاوزه ايه؟ انا خايفه يا مروه، خايفه من الموت، قلبي موجوع وما لاقيش حد يطبطب علي. ابويا الله يرحمه وعمتي في السجن ومليش حد. عايزه منك وعد. ايه يا ناديه؟ عاوزك انت اللي تستلم جدتي، عاوزك تدفن جار ابويا مروان. اللي انت عايزاه انا هعمله. انا خلاص يا ناديه نسيت كل حاجه، ما عادش جوايا غل ولا حقد لاي حد، حتى انت. في حاجه عاوز اقول لك عليها، كنت هفضل كاتمها في قلبي لحد ما اموت. انا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك يا مروه. يا بختك يا زينب، يا بختك بقلب مروان.